دخلت على وزير بالكويت. وزير، فهمت شلون؟ طيب. تفشل المسألة، والله تفشل. نسمعها منك. سلام عليكم. كان قاعد تتكلم بالتليفون، يعني استريح استريح. ألو شلونكم؟ بالإنجليزي قاعد يحاكيها بالإنجليزي. شلونكم هذا؟ I miss you. أنا شو اسمه؟ I will visit you. أو الكذا. أنا من زمان ودي. إيه خلاص أنا راح أسوي كل هالشيء، حاضر وما شنو. حط وعيونه كادت تذر في الدمع يعني. ولا الهندية اللي مربيته؟ اللي مربيته. مربيته وزير. وزير يتكلم بحنية، فهمت شلون؟ وتكلم بانبطاح، فهمت شلون؟ هذا الأثر النفسي اللي ترسخ في هذا الوزير لميري، فهمت شلون؟ من أين أتى؟ من تواجد الأقليات هذه. تواجد الأقليات له تفريعات ثقافية ونفسية و...